مباراة أتلتيكو حاسي مسعود ضد سريع غليزان والتي تدخل في الدور 32 للتصفيات سيد الكأس. المقابلة عرفت نشاطا وحماسا كبيرين منذ الصافرة الأولى للحكم تيوري محمد الذي أدار أطوار هذه المقابلة. محاولات كبيرة للتهديف لكلا الفريقين، خاصة فريق سريع غليزان، إلى أن جاءت الدقيقة الأخيرة للشوط الأول بعد إضافة دقيقتين عن الوقت الرسمي لهذه المباراة بمنح اللاعب الرابح الأفضلية لفريق أتلتيكو حاسي مسعود بتسجيله الهدف الأول. الشوط الثاني للمباراة عرف سيطرة كبيرة لفريق سريع غليزان واستحواذه على الكرة في منطقة الخصم، محاولات كلها باءت بالفشل ليعلن الحكم عن فوز الفريق المحلي، وبدوره أعلن عن فرحة كبيرة بالمسيرين واللاعبين.